وبلشت المطر من الساعة 3 الصبح، وهاي بركتنا وهاي بركتنا. نشيل طشتنا نحط طشته، والمي فاتت علينا على الخيام. ولحسن نطلع نجيب الخبز، الأولاد ما راح يروحوا على المدارس، أنا ما أحسن أروح على دوامي. طريق ما ينطلع محبوسين بالخيام، هيك تركوا خيام وطلعوا من الخيام. ما في محل يناموا ولا يبركوا. وين تروح تروح العالم؟ يعني أنا لو كان هيك بدي أترك خيام وأطلع من الخيام كمان، المي عم تضرب علينا زرب. وين نروح؟ هالوضع مو كويس والله، مو منيح ولا وعي، وين بنعاش؟ وصارت الناس كل الليل قاعدة، وطاف جارنا وركض على جارنا، وفلان هبطت عليه الخيمة، وفلان كان على القطة الصوبة، ومثل ما كم شايفين لا صهريج يقدر يفوت، ولا تركتور، ولا إذا حدا مرض بالليل بقطاع حال ما حد يقدر يطلع، لا توصل مشفى ميداني، ولا توصل شيء ولا شيء تاني. يعني اللي يمرض لا ودي يموت، لا ودي ضل، لا تطلع الشمس. وحسب الله ونعم الوكيل. يعني الناس صارت بالليل تجيب سيارات طلب على حسابها وتنقل من مخيم الى مخيم ثاني، وما مستحيل يعني الناس تقدر تعيش هيك مع الاجواء الشتويه. يعني هاي او ثاني مطره وهيك، شلون هسه جاي المطر خير لقدام. وحسب الله ونعم الوكيل. قطاع طبعا مثل ما شايفين ما في اي مقومات من دون اي دعم، ما باي منظمه تمنته حتى الان بتبحيص او سلة غذائيه او اي شيء حتى اللحظه، مع الرغم من نشدنا اكثر من عشرات المنظمات من اجل التبحيص بالمخيم. حصل القطاع صار له يعني حاله ماساويه، اغلب الخيم المي فايت عليها لجوا، واغلب الخيم حتى الان يعني مو مفروشه نهائيا، لا بحص ولا مسبوبه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. غدا ان شاء الله في تزويد مي، صهريج المي ما راح يحسن يفوت لجوا نهائيا بسبب هالوحل وهالاجواء. يعني ما في استجابه نهائيا من اي منظمه حتى اللحظه. نناشد المنظمات الانسانيه النظر يعني بحال المخيم وحال هالقطاع. القطاع يحوي اكثر من 60 70 عائله، يعني بفصل الشتاء ما راح تحسن عائله او طفل يطلع بهذا الشارع مثل ما شايفين، يعني ولا راح يحسن يمشي. حتى صهريج المياه ما راح يحسن يفوت يزودهم. السلام عليكم.